السلام عليكم ومرحبا بكم ديما في القناة مع الشيف نحمة للطبخ. ان شاء الله كامل تكونوا ملاح وبصحة جيدة كما عودناكم دايما مع الوصفات. لا فيديو تاع اليوم راح يكون سبيسيال، كاين اخت من الاخوات طلبت الحميس على طريقة المطاعم، راح نديروا الوصفة تاع الحميس. قلت امانتو ندير لكم معاه معشيوة تخفف وذرة. اول حاجة راح نديروا جناحتين ماريني متبلين ومحمرين بالفول بطريقة بزاف هايلة، كاع تستبنوا بهم. والوصفة تاع الحميس للاخت. وهنا راح نديروا كيكة البطاطا او فريت اومليت مقلشه بالفور. دوك تشوفوا الطريقه شحال هايله خفيفه وظريفه. تقدروا ديروا هذه الوصفات سواء الفطور سواء العشاء. قبل ما نبداو الفيديو ما تنساوش تدعمونا بالاشتراك في القناه وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. هكذا مباشره راح نعرفكم على مقادير الوصفه وطريقه التحضير. بسم الله على بركه الله. هنا مباشره نجي نعرفكم على المقادير. اول حاجه نروحوا للحميس تاعنا اللي راح يكون على طريقه المطاعم. واش راح نحتاجوا فيه؟ 4 حبات تاع فلفل حلو كيما راكم تشوفوا، نغسلوهم ونشفوهم كامل من الماء. راح نحتاجوا معاهم 3 فصوص تاع الثوم. هنا عندنا الحار، الحار لازم يتغلب على الفلفل الحلو باش يكون الحميس تاعنا حار. عندي 8 ريسان تاع حار كيف كيف، نغسلوهم ونشفوهم مليح نقطروهم، وزوج حبيبات طوماطيش يكونوا لاباس عليهم. هذه هي المقادير تاع الحميس. ومن بعد راح نزيدوا له شويه تاع الملح، شويه فلفل كحل، وزيت زيتون. هذيك من بعد ما نطيبوه نوريلكم الطريقه كيفاش. ثاني حاجه نروحوا ليزال تاعنا ماريني في الفور او الجناحتين تاع الدجاج. هذه هي، هنا عندي كيلو تاع جناحتين، ام يديروا غير 19 فاميل، شريت كيلو يشوطهم لكم، انتم ما عليكم غير تنقصوا لهم هذيك الزياده، تغسلوهم مليح الجناحتين واجدين. هنا درت لهم اليوم تتبيله خفيفه ظريفه، واش فيها؟ ملعقه تاع لاموطارد، عصير تاع حبه ليمون، كميه تاع الزيت، ملح، فلفل الكحل، توابل درت لها فلفل عكري، راس الحانوت، والطندوري. اللي ما عندوش طندوري عادي يدير راس الحانوت، شويه كيري انديا، والتوابل تاعو ولا ماريناد راهي واجده. دوكا الوصفه الثالثه نروحو للفريت اومليت اللي راح نديروها على شكل كيكه وطيب في الفور. ما عندي ما نقول لك. هنا عندي بطاطا حوالي 6 حبات، قشرتها غسلتها قشرتها وقطعتها مربعات كيما راكو تشوفوا. البطاطا راح نقليوها. دوكا هنا واش راح نضيفوا لها؟ هنا عندي حبه بصل صغيره نقطعوها رقيق كامل واش كاين، كميه تاع معدنوس نقطعوها رقيق، شويه زيتون دي نوايو تي كوبي، 5 حبات تاع البيض، ملح، فلفل الكحل. هادو هما المكونات. دوك من بعد كي نخلطهم راح يبان لكم. وهنا واش عندي؟ كاس تاع لاكرام فراش، وهنا استعملت 5 حبات فروماج قطع قطعته صغير مع لاكرام فراش. ومن بعد نزيدو نشوفو طريقه خير وخير. هنا بعد ما عرفتكم كامل على المقادير نجوزو مباشره الى طريقه التحضير. نجيبو الجناحتين تاعنا ونجيبو التتبيله. هاي التتبيله تاعنا نحركوها خفيف ظريف. اللي عنده زعتر يقدر يحتت لها، اللي عنده وريقه تاع الرند يقدر يديرهم، انا ما كانوش متوفرين عندي. هنا بعد ما نخلطوها مليح نحطوها كامل، نتبل كامل الجناحتين تاوعي ونعاود نولي ليكم. هذيك الجناحتين تاعنا راهم متبلين، نستفوهم في البلاطو اللي راح ندخلوهم للفور. شتو هذاك الليان اللي كانت فيه التتبيله، نفرغوا عليه الماء حوالي كاس ونستخلصوا هاد الصلصه. دوكا واش راح نديروا؟ هادو الجناحتين تاعنا ندخلوهم يطيبوا، باينه كويزينير تاعنا تشعل غير من الفوق، اللي عنده من الفوق من تحت راح تجي خير وخير يتحمروا ضربه واحده. ادخلوهم للفور وتخلوهم يطيبوا. كي تشوفوهم من تحت راح ينشفوا ولا راح يلصقوا لكم ولا راح يتحرقوا، ديكلاسيو بهاد الجو. الطياب تاعها راح يكون 45 دقيقه يكونوا فينين، وباينه كي تشوفوهم طابوا مليح راح طفوا من تحت، زيدوا تشعلوا من الفوق، ياخذوا تحميره. وجدوا الحميس تاعنا، ندي الفلفل تاعي الحار والطوماطيش نشويوهم. واش راح نديروا؟ نشعلوا الطابونه تاعنا، نديروا الشبكه ونشويو بالوحده. كيما على بالكم في المطاعم يندارو على البلاكه تاع الجمر، راح يخرجوا بطريقه بزاف هايله. دوكا حنا ما عندنا الشوايه في الدار، على بالكم الشوايه نشعلوها من العيد للعيد. واش راح نديروا؟ راح نديروهم في الطابونه. والناس اللي تحب الحميس بطريقه اخرى انهم يديروه في الفرن، ان شاء الله ندير لهم الطريقه وبربي ان شاء الله تعجبهم. هكذا ندير الفلفل تاعي والحار نشويوهم، البطاطا تاعي نزيد نقليها ونعاود نولي لكم. بالنسبه للفلفل والحار غير تكملوا تشويوهم، ديروهم في ساشي تغلقوا عليهم. علاش؟ باش يتنداو والقشور راح يطيروا فاصيل. هذه هي. بعد ما كملت شويت كامل الفلفل الحلو تاعي، الحار، الطوماطيش والثوم، الثوم تاني تشوى. شوفوا كيفاش راهو بعد ما قشرتو الطوماطيش قشرتها، توجور الفلفل والحار تغموهم. علاش؟ باش كي يعرقوا يتنداو تفتحوا عليهم، التقشير راح يكون ساهل ماهل. دوكا ما عليكم غير توجدوا بول فيه الماء هكذا يا بارد، باش علاش؟ غير تضربوا الفلفل تاعك الحلو هكذا، شو القشور راح يتنحاو فاصيل. مو الفلفل الحلو حذاري انكم تغطسوه، باسكو كاين اللي يغطسوه في الماء ويشلوه. لا لا، انتم نقيو ومن بعد شلوا يديكم
هكذا كي تشلل يدك تعاود تولي تنقي باش الفلفل الحلو والحار يبقى بهذيك النكهة. هنا نكملهم كامل ونعاود نولي ليكم. بعد ما كملنا كامل الفلفل الحلو والحار التوم والطوماطيش، واش راح نديرو؟ راح نجيبو لابلاك تاعنا اللي راح نقطعو ليها على طريقة المطاعم. نبداو بالحار الفلفل الطوماطيش نكملوهم كامل ونعاود نولي ليكم. قطعنا كامل الحميص تاعنا، انا رجعتو في مقله درت له شويه تاع زيت الزيتون ملح وفلفل كحل نخلطوه كامل. كاين الناس اللي هنا تحبس ديرو في بلاره وتخبيه في الثلاجه، انا نحب نزيد نطيبه شويه فوق النار باش نشف هذيك الميوهيه تاع الطوماطيش. هنا نديه فوق النار يطيب حتى تنشف له هذيك الميوهيه والحميص تاعنا راهو. وهنا مباشرة نجو نحضرو كيكة البطاطا تاعنا. راح نجيبو ليان يكون شوية واسع، الفريت تاعنا هايلك بعد ما قليتها راهي في الكسكاس، خلوها في الكسكاس حتى نجو نحطوها مع لي زانغريديو هادو عليه بس الزيوتية تاعنا كامل ما تكونش. أول حاجة واش راح ندير؟ راح ندير كامل هادوك المكونات اللي قلت لكم عليهم، بصل ملح فلفل كحل معدن والزيتون والبيض كيما راكو تشوفو هنايا. واش راح نزيد لهم؟ راح نزيد لهم هذاك الكاس تاع الكريمة مع الفروماج قطعته مربعات، شوفوا كيفاش. هذه هي دوك نخلط كامل المكونات ونعاود نولي لكم. وهنا راح نزيد نجيب البطاطا تاعي نفرغها كامل ونزيد نميلونجيها مليح مع كامل هذوك المكونات هكذا، لازم نخلطوها مليح. نجيبو السنيوه تاعنا نفرشو لها ورق الزبده، هنايا نزيدو ندهنوها بشويه زبده. نجيب المول تاعي اللي راح نديرو كاري، وهنا عندي هذا المول الصغير تاع الموسكوتشو راني عمرتو راح نطيبو وحدو. نزيد نجيب كامل المكونات ونحطوهم لهنايا كيما راكو تشوفو، نفرشوهم كامل ونبسطوهم. راح نديرو راح ندخلوهم للفرن نخلوهم يطيبو حتى البيض تاعنا كامل يتماسك ويشد روحو ونعاودو نخرجوها. بعد ما وجدت لنا هذيك الكيكه تاع البطاطا وطابت، واش راح نديرو؟ كي نخرجو البلاطو تاعنا نقطعو هذاك ورق الزبده على حساب السرسو تاعنا كاري، غير نقطعوه نزيدو ندخلو الموس لداخل، نضربو هكذا كامل خفيف ظريف، نطلعو السرسو تاعنا نرفدوها عادي من البابي نحطوها في اسيت. هنا لازم يكون عندنا دوز اسيت، نزيدو نجيبو دوزيام نحطوها لهنا كيما راكو تشوفو ونقلبوها. هنا علاش نقلبوها بهذه الطريقه؟ باش نحو البابي تاعنا اللي راهو من تحت بطريقه سهله. دوكا هنا مازالها سخونه، نتوما روحو معاه غير بالعقل باش ما يلصق لك. انا وزدت زدت جبت هذيك البطاطا اللي حطيتها في المول تاع الموسكوتشو صغير، هذيك لصقت لي شويه، علاش ما كثرتلهاش الزيت من تحت هكذاك وعاود تقلبتها فورسي كرتها غير بالعقل وسلكتها كيما على بالكم خوكم دحمانوس. شوفوا هنا الجناحتين تاعنا كيفاش تحمروا، طريقه بزاف هايله. هذاك الجو اللي قلت لكم عليه تخلوه حتى ربع ساعه 20 مينوت تشوفوا هي تك تك مليح لداخل باش ديكلاسيو به. هنا واش راح ندير؟ راح نديكوري الجناحتين خفيف ظريف، نزيد ندريسي الحميص تاعي. وصلنا النتيجه النهائيه وطريقه تقديم الوصفه تاعنا راهم واجدين. اول حاجه الحميص تاعنا شوفوا هنا بعد ما دريسيتو زدت كثرت له من فوق زيت الزيتون شويه زيتون مشبح والحميص تاعنا راهو واجد. هاوليك الحميص اللي طلبته الاخت على طريقه المطعم، وصفه بزاف هايله نتمنى انكم تجربوها. والجناحتين تاعنا اللي تبناهم حمرناهم في الفرن هم ليك راهم واجدين. لاصوص تاعنا كانت خفيفه، قلت لكم ديكلاسيو بهذاك الجوني اللي نستخلصوه من الماريني. هنا درت لها شويه زيتون شبع شويه معدنوس، الوصفه راهي واجده. وهنا الجناحتين اللي بقاو لي شبحت بهم الكيكه، هاي ليك الكيكه تاعنا تاع البطاطا او كما قلت لكم فريت اومليت مقلشه. هنا نجو نقطعو قطعه كما راكو تشوفوا راح تخرج لكم بزاف هايله كما راكو تشوفوا. هنا نحكمو جناح، نزيدو نحكمو قطعه من تاع البطاطا، صبروا نقطعها مليح هنايا، نزيدو نجيبو قطعه لهنايا، نجيبو شويه تاع الحميص. شوفوا كيفاش نتحصلوا على ثلث وصفات، تحميس جناحتين ماريني وفي كيكه تاع البطاطا. ما عندي ما نقول لك وصفات بزاف هايلين خفاف وظرف. ننصحكم برك في الكيكه هذه الفوقانيه اللي درناها في هذاك تاع الموسكوتشو زيتوها مليح باش ما تلصق لكمش وتجيكم الحاله خفيفه ظريفه. ان شاء الله يكونوا عجبكم الوصفات تاع اليوم. اهنا ما بقى لي نقول لكم غير بقوا على خير وتهلاو في روحتكم. الى اللقاء مع وصفات جديده، سلام.